يصعد يرتفع رغم إرادة المركز الأوروبي الذي لا يريد ذلك بطبيعة الحال، ولكن بأمر الاحتياط الفيدرالي الدولار يتراجع، يعني وهنا ربما تكمن العقدة كما يقولون. حدثني عن حركة هاتين العملتين في ظل هذه الظروف، يعني غير المتطابقة بطبيعة الحال. نعم، جانت يلن يعني فاجأت الأسواق بشكل كبير خلال هذا الأسبوع بالحديث عن احتمالات وجود المزيد أو يعني احتمالات أن يكون هناك لدينا تحفيز بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أو حتى ما ذكرته أنه من الممكن أن نقوم بعمليات تحفيز أو ما يسمى بالفورورد جايدنس أو خارطة طريق جديدة، هذا فيما لو فاجأنا الاقتصاد بأرقام سلبية. وبنفس الوقت ذكرت أيضا، وهذا الشيء الذي خفف من توقعات الأسواق الآن، الفيد فند فيوتشرز أو اللي هي العقود الآجلة لتوقعات رفع أسعار الفائدة يعني تسعر فقط رفعة وحيدة وقد تكون في نوفمبر، قبل ذلك إلى الآن على الأقل الأسواق لا تساعد ذلك. على هذا الأساس شهدنا انخفاض في المؤشر العام للدولار الأمريكي، شهدنا ارتفاع في الأسواق العالمية بشكل عام. اليورو لا زال نوعا ما يعتبر أيضا مدعوم بسبب أيضا الأرقام التي شهدناها يوم أمس من تضخم بألمانيا، وأيضا من تضخم أرقام اليوم، وخصوصا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على المستوى السنوي وصلنا إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 1%، وهذا الشيء الذي يريده البنك المركزي. لكن التدخل في أسواق العملات ممكن أن يحصل، خصوصا كما شاهدنا خلال الفترة الماضية طوال العام الماضي، كل ما كان يصل اليورو إلى ما بين أعتاب مستويات 115 أو 117 كنا نشهد بداية أحاديث من قبل أعضاء البنك المركزي الأوروبي للضغط على العملة. لذلك بداية كلاميا ومن ثم قد نشهد كما فعل البنك المركزي الياباني بالتدخل بشكل يعني مباشر في الأسواق للضغط على اليورو مرة أخرى. نعم، طيب هل اليورو أيضا سوف يكون من العملات المفضلة في هذه المرحلة؟ يعني بالربع الأول كما رأينا نور كان الين يعني دائما ما يتصدر هذه التفضيلات بالنسبة للمتداولين، هل اليورو مع هذا يعني مع هذه التطورات الجديدة التي نراها يمكن أن يتحمل أيضا أن يأخذ قوة واضحة في هذه الفترة؟ إضافة للين بطبيعة الأحوال. نعم، منذ حوالي 11 ساعة إلى الآن اليورو يرتفع على مدار 11 ساعة على التوالي دون أن يظهر لنا أي انخفاض يذكر. هذا الشيء بنفسه بطبيعة الحال يشير إلى قوة اليورو حاليا على الأقل، بغض النظر عن الضعف الاقتصادي المتواجد في الاتحاد الأوروبي. لذلك من الممكن أن نستمر طالما إحنا الآن هلأ بعد الاختراقات اللي شهدناها خلال الأيام الماضية، خصوصا المستويات التي نتطلع إليها الآن هي مستويات 13-30، اخترقناها بداية من صباح اليوم ووصلنا إلى 14-05. الآن لا أفضل أن أكون من المشترين بالنسبة لليورو في هذه المستويات على الأقل، وأفضل الانتظار حتى نشهد نوع من التصحيح على الأقل. لكن كل شيء قد يتغير من جديد خلال يوم غد عندما يتم الإعلان عن تقرير الوظائف الأمريكي، والذي في الغالب ما سيكون مفتاح الأسواق للأسبوع المقبل. لذلك اليورو لا أفضل الشراء الآن، لكن أفضل بعض التصحيح على الأقل. الين لازلنا على ما ذكرناه منذ 17 ديسمبر من العام الماضي عندما كان الين 124، لازلنا نتوقع مستويات 110 أو ما دون ذلك، لأنه مرة أخرى التدخل الذي قام به البنك المركزي لا يعتبر كافي للين. قد نشهد مرة أخرى مزيد من التدخلات، لكن عندما نصل الين مستويات 110 أو حتى مستويات 109 ممكنة. لكن ذكرت نور يعني بالنسبة لبيانات يوم غد، هل بالفعل ممكن أن تؤثر على تحركات الدولار؟ لأنه يعني اليوم لهجة الفيدرالي غير معنية كثيرا فيما يحدث في سوق الوظائف أكثر من ربما مستويات الأسعار وطبعا ما يحدث في الخارج. ألا تعتقد بأن هذا قد يعني يقلص بعض الشيء من تأثير هذه البيانات على تحركات العملات، على الرغم أن طبعا هذه البيانات كانت تسمى بالجود فادر أو ايكونوميك انديكيتورز أو عراب البيانات الاقتصادية، لكن هل بالفعل لديها نفس التأثير اليوم؟ يعني نرجع بالزمن للعام 2006-2007، تذكر جيدا حسين عندما كان تقرير الوظائف يتم الإعلان عنه في الولايات المتحدة الأمريكية ما مقدار التحركات بالجنيه الاسترليني، كنا نتحرك بحوالي 300 نقطة، اليورو 150. الآن الأمور تختلف، لكن أرقام يوم غد
ما يهمني ليس كم عدد الوظائف الذي أضافها الاقتصاد الأمريكي وكم هي نسبة البطالة، ما يهمنا هو الويجز أو اللي هو معدلات الرواتب، انخفضنا خلال الشهر الماضي. أيضا هناك حديث حتى جانيت يلن كانت قد حدثت أو تحدثت عنه أنه من الممكن أن يكون الانفليشن الذي شهدناه خلال الفترة الماضية هو انفليشن تمبرري أو هو مؤقت، لذلك حتى جانيت يلن تعود مرة أخرى والحديث أنه مخاطر التضخم أصبحت أقل، والآن أيضا بنفس الوقت ذكرت أنها أنسرتن أو غير متيقنة من أنه يكون هناك لدينا بالفعل تضخم في الأسعار. لذلك فيما لو تراجعت يوم غد، فيما لو شهدنا نوع من التراجع في الأجور، هذا الشيء الذي سيعطي إشارة واضحة للأسواق أنه بالفعل من الممكن أن لا يكون لدينا رفعتين، ممكن أن يكون لدينا رفعة واحدة. على إثر ذلك أسواق الأسهم ستستعيد من جديد نوع من الاستقرار بشكل أكبر، بينما الضغط على الدولار سيستمر في ظل مرة أخرى عدم وجود أي إشارات لشراء الدولار على الأقل في الوقت الحالي، كما أيضا شهدنا يعني كما أريتك عند على الرسم من قبل العقود الأجل الأمريكية على الدولار لازالت عند أدنى مستوى لها منذ عام ونصف تقريبا. نشكرك نور الدين الحموري كبير استراتيجية الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. إذن فاصل قصير سنعود من بعده ونبقى كلنا تحت الضوء اليوم في لبحث ما يعرف بفقاعة التكنولوجيا، هل شركات التكنولوجيا الآن في العالم قابلة لأن تنفجر في أي لحظة وهي شركات متضخمة ماليا دون الوجه الحقيقي قابلة للذوبان؟ هذا ما سنحاول